واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا شار الموكر وكهنتي المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم ولأجل معادلتهم في العمل الصالح إلى الرب نطلب. أجل هذه البلدة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. لأجل اعتدال الأهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. يا رب. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وقرار وسجاء إلى الرب نطلب. يا رب وارحمنا وارحمنا يا رب.
حسنا كاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائم البتولية مريم عليها أشرف السلام مع جميع القديسين والنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها أيها الإله رب القوات يا من أحبنا حبا شديدا وأرسل ابنه الوحيد لخلاص جنسنا لا تمل قلوبنا إلى الأقوال والأفكار السيئة بل اجرح نفوسنا بالحنين إليك واهدنا بالنور الذي من قبلك حتى إذا سلكنا في سبيل وصاياك نبلغ إلى الحياة الأبدية لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دار الدارين آمين هللوا للرب يا جميع الأرض لا أشيدوا باسمه اجعلوا تسبيحه مجيدا نسبت في أستيثة يعطاكو صامتين صانما لتسجد لك جميع الأرض ولتشهد لك بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدارين آمين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لا رضيت من أجل خلاصنا أنت تجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنس بغير استحالة وصلبت أيها ملكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله أنك للأسرى معطيك
المسيحيين التي لا تخزى وواسطتهم الدائمة لدى الخالق. لا تعرضي عن أصوات الخطأ الطالبين إليك، بل بما أنك صالحة بادري إلى مؤونتنا، نحن الصارخين إليك بمال. هل أمي إلى الشفاعة وأسرعي إلى الابتهال. يا والدة الإله المحامية دائما عن مكرميك. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين. شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. إليك يا رب أصرخ، إلهي لا تتصامم عني. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة، إن الله لكونه غنيا بالرحمة من أجل كثرة محبته التي أحبنا بها، وحين كنا أمواتا بالزلات
أحيانا مع المسيح، فإنكم بالنعمة مخلصون. وقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح. ليظهر في الدهور المستقبلة فرط غنى نعمته باللطف بنا في المسيح يسوع. فإنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان. وذلك ليس منكم، وإنما هو عطية الله، وليس من الأعمال، لئلا يفتخر أحد. لأن نحن صنعه، مخلوقين في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لنسلك فيها. سلام لك أيها المرنم. هللويا هللويا هللويا. الساكن في كنف العلي يقيم في حماء الله السماء. هللويا هللويا هللويا. يقول للرب أنت ناصري وملجئي، إلهي الذي عليه أتوكل. لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. ولروحك. وصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد. لنصغي. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنسان اسمه يائيروس، وهو رئيس للمجمع، وخر عند قدمي يسوع وجعل يتضرع إليه أن يدخل إلى بيته، لأن له ابنة وحيدة لها نحو 12 سنة قد أشرفت على الموت. وبينما هو منطلق كان الجموع يسحمونه، وإن امرأة بها نسف دم منذ 12 سنة، وكانت قد أنفقت معيشتها كلها على الأطباء، ولم يستطع أحد أن يشفيها، دلت من خلفه ومست هتبى ثوبه، وللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من لمسني؟ وإذ أنكر الجميع قال بطرس والذين معه: يا معلم، إن الجموع تحيك بك وتضايقك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، فإني شعرت بقوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تخفى، جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته أمام الشعب كله،
لأية علة لمسته وكيف برئت لساعتها. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك أبراك، اذهبي بسلام. وفيما هو يتكلم جاء واحد من عند رئيس المجمع وقال له: إن ابنتك قد ماتت فلا تتعب المعلم. فسمع يسوع فأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فتخلص. ولما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل معه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمه، وكان الجميع يبكون ويلطمون عليها. فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة. فجعلوا يضحكون منه لعلمهم بأنها قد ماتت. أما هو فأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال. فأمر بأن تعطى طعاما، فدهش أبواها وعصاهما أن لا يقولا لأحد ما جرى. نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل آوان وإلى دار Thank you.
جميعنا وجميع الخاطرين ببال كل واحد منا، فليذكرهم ويذكرنا الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. يا ستا كهنوتك، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. نقدم هذه الذبيحة الإلهية على نية السلام في وطننا لبنان، ولا سيما في المخيمات للإخوة الفلسطينيين، وأن يدخل السلام في قلب المتقاتلين فيحب السلام ويحب المحبة والوئام. فليذكر الرب الإله جميعنا في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ستكانوتك، فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. على نية أهالي هذه البلدة الميومية الحاضرين والغائبين ليعيشوا بسلام ووئام وطمأنينة، فليذكر الرب الإله جميعنا في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة على شعبك كله برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحب آل وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميع. نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. أحبك يا رب. أحبك يا رب يا قوتي. الرب ثباتي وملاذي ومنقذي. المسيح فيما بيننا. كان وما سيكون. أؤمن بإله واحد. آمن رب الكون، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس الغنطي تألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومشهد النار بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموت والحياة نقف حسناً ولنقف بتأيب لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك نرفع قلوبنا إلى العلا غارية الرب نشكر الرب واجب تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي من أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس كما نشكر لك كل من لنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائر مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوسا 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 رب أسلم فيها أو بالحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما فشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه رسل القديسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا بعد العليم اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين
لمغفرة الخطايا. الصلب والقبر بابا روما الطباوي وبطريركنا يوسف المغبوط والأساقف الموكرين. أنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مدد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. أذكر يا رب أولا أبانا ورئيس كهنتنا إلي بشار الموقر، ونعم على كنائسك المقدسة أن يكون في سلام صحيحاً مكرماً معافاً مديد الأيام مفصلاً بأحكام كلمة حقك. نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجليل بكل كرام والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين.
أيها السيد المحب البشر، إياك نودع كل حياتنا ورجائنا، وإليك نبتهل ونطلب ونتضرع، فإنا لأن نتناول بضمائر نقية أسرارك السماوية الرهيبة، أسرار هذه المائدة المقدسة الروحية لغفران الخطايا والمسامحة بالزلات، ولشركة الروح القدس وميراث ملكوت السماوات للدالة لديك لا للقضاء علينا أو للدينونة. فاهلنا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلا دينونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوية ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا حُزْنَا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إليك، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، ورؤوسكم للرب كل من السماء. الوحيد ورافته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس صالح والمحيلان وكل آوان وإلى دهر الداهرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. رؤوسكم الأقداس للقديسين جزاكم خافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين.
يقيم في حما إله السماء. عبد الله يتناول جسد الله. خلص اللهم شعبك وبارك ميراثا. لقد نضع علم النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحار. فلنسجد للثالوث الغير المنتصر إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الدارين. آمين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح إلهي الخالدة السماوية المحية الرهيبة. نشكر الرب أشكر اللائق يا رب الحق. نشكرك أيها السيد المحب البشر
المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا بأسرارك السماوية الخالدة. فقول حبكنا صدقنا يا جميع في مخافتك، صن حياتنا وابدل قواتنا بصلوات الضروعات أيام الدائمة البتولية وجميع المعصر، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ننطلق بسلام باستقام إلى الرب نطلب يا رب ارحم. مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين بها بيتك، ان تعودهم مجدا بقدرتك الالهيه، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولحكامنا وللجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلان منحدرة من لدنك يا بالأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا بنا الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. إلى الرب نطلب يا رب ارحم. بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح إلى رجاؤنا سيدنا ورئيس كهنتنا، احفظه يا يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين.